رسالة من أرسله. مفهوش حجة بقى إن كل أفعال الرب تنسبونها إلى الأولياء، ويقول لك إحنا قصدنا إن ربنا، يقول لك الولي يخلق، يعني ربنا يخلق علشان هو بيفعل بإيه؟ بأمر الله. لا، ده لازم يكون حاجة دل عليها ذلك، دل عليها دل على ذلك دليل. وسيدنا عيسى للعلم، سيدنا عيسى أني أخلق لكم من الطين، يعني هو بيشكل شكل طائر، مش ان سيدنا عيسى بيخلق فيه الحياة. ها؟ يخلق يعني يسوي، يشكل شكله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هو أي واحد بيعمل تماثيل بيعمل إيه؟ بيجيب الشكل بس، لكن ما بيخلقهاش هي، ما بيخلقش طائر حقيقي. وسيدنا عيسى بيشكل وربنا يخلقه، فيكون طيرا، يخلق كهيئة الطير، ده بيشكل تمثال من الطين، فيكون طيرا يحييه الله عز وجل. ولذلك عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من الملائكة الذين جعلهم الله مثلا مددا وغوثا، وجبريل الذي كان يؤيده، ما كانش يطلبه منه هو، ما كانش بيقول في غزوة بدر الله يقول يا ملائكة الله أغيثونا، وهو يعلم أن الله يغيثه بملائكة، ولكن قال عز وجل إذ تستغيثون ربكم. جيبوا لنا حرف واحد في القرآن ولا في السنة في الأدعية الواردة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا إبراهيم أمددنا، يا عيسى، يا موسى ارزقنا. عندكم حرف من الكلام ده بزعم أن الله يفعل ذلك من خلالهم أو بشفاعتهم؟ والله تكذبون. ده الموضوع ده على فكرة حاجة يعني زادت عن حدها بشكل فظيع، محاولة فرض الصوفية فرضا على الناس بالكفر الذي تتضمنه، مش بس بالبدع، ده حاجة إعادة الخرافات كما كانت. يعني الناس النهاردة تقول لهم يجوز مسح الحديد بتاع القبور بزعم التبرك، طب هو ده التبرك بأثار الصالحين؟ هي دي أثرهم؟ ويقول لك الإمام أحمد قال إن المنبر فعله ابن عمر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا قعد عليه، مش وده حاجة ابن عمر اللي فعلها ومحدش عملها تاني. ده اللي هي آثار النبي عليه الصلاة والسلام، والحكاية دي مختلف فيها إن حاجة كان بيقعد عليها أو بيمسكها، وهذا في الحقيقة ليس من آثاره، والصواب ما فعله جمهور الصحابة من ترك ذلك. لكن الحديد اللي اتبنى على قبره قطعا مش هو، الأرض اللي مشى عليها مش هي، ده أقصى حاجة المنبر، ده خلاف والراجح منعه. مش منبر اتعمل على شكل منبر الرسول صلى الله عليه وسلم او في مكانه، الحديد ده والالمونيا اللي موجوده، ما كانش فيه الالمونيا ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا معادن. المنبر اللي موجود دلوقتي ده كان مش هو اللي كان بيجلس عليه النبي عليه الصلاه والسلام. تقول للناس روح تمسحوا بقى، عشان انت يعني الفتوى الباطله من دار الافتاء الباطله اللي بتقول بجواز مسح الأضرحة والتبرك بها، يريدون إحياء الخرافة ما أنزل الله بها من سلطان. والطواف مع إن الطواف هل فعل ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم بقبر أحد من المسلمين؟ يعني عملوا مثلا كده حوالين قبور شهداء أحد وقبر سلم، ده هم يعني ما كانوش يقدروا يعملوا كده، والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقدر تعمل كده، ما طفتش ليه وهي قاعدة معاهم جوه الحجرة قبل أن تموت رضي الله عنها؟ كانت بتطوف حوالين القبر، تقعد تتمسح بقى حوالين القبر اللي هو القبر فعلا اللي الرسول مدفون فيه مباشرة، مش الحديد اللي اتبنى عليه. ده شيء عجيب، إحياء البدع والخرافة بزعم أن بعض العلماء المتأخرين قالها، وهم مش علماء، لأن هو يقروا على أنفسهم أنهم جهال
ناقلين للمذاهب، نحن مقلدون، والمقلد ليس بعالم. ولذلك انتم بتجيبوا حاجات هم بيقولوا عن نفسهم مش علماء، جابوا حاجات ليست من علماء، يقول لك العلامة فلان. لا معلش، اللي بيقر على نفسه بالتقليد وعدم الدليل ليس له ان يتكلم في الدليل، يقول انا ما اعرفش في الدليل وعشان كده انا مقلد، واهم حاجة عندي ان انا اخرج على الاقوال، اخرج على اقوال الامام، والامام بل بالعكس مش هيخرج بعد كده على اقوال الامام، ده اللي بيخرج على اقوال الامام دول طائفة، لكن ده بيقول قياس القول اللي طائفة اللي بيخرجوا على اقوال الامام قالته. متأخري المذاهب دول اللي حصل فيهم الفساد وعصور الانحطاط اللي خلت الاحتلال يحتل كل بلاد المسلمين بسبب انتشار هذه الخرافات. إلى الله المشتكى. قال في خلق أفعال العباد: حدثنا عبيد الله بن موسى وذكر سنده إلى سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال ابن عباس: كان يحرك لسانه إذا نزل عليه، فقيل: لا تحرك به لسانك، يخشى أن يتفلت، ثم إن علينا جمعه، أي جمعه في صدرك، وقرآنه أن تقرأه. هنا صريحة جدا في أن دي مش زي قال المقصود قراءة جبريل، إنما قرآنه أي تقرأه أنت. فإذا قرأناه يقول أنزل عليه، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى اتبع قرآنه هي دي اللي اتقال عليها إيه؟ قراءته. يعني احنا كلمة قرآنه ذكرت إيه؟ مرتين. قال عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.